تأكيدا على الرسالة السامية لقيادة خفر السواحل وتطبيقا لأهدافها النبيلة والمتمثلة في الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر. اختتمت فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الثالث تحت شعار لسلامتك تعاون معنا. وبهذه المناسبة فقد أعدت قيادة خفر السواحل برنامجا متكاملا اشتمل على تنظيم فعاليات توعوية في ساحل بلاج الجزائر بالمحافظة الجنوبية وساحل أسري بالحوض الجاف بمحافظة المحرق، وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين من مرتادي الشواطئ، حيث قام المختصين من شرطة خفر السواحل بالتعريف بمهامهم وواجباتهم من خلال توزيع الكتيبات والخرائط البحرية والمطويات الإرشادية وبعض الهدايا التذكارية وعرض لمعدات مركز الإنقاذ البحري والآليات التي تستخدمها خفر السواحل في أداء الواجبات المنوطة بها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ والغطس وكالدراجات المائية والزوارق والقوارب. وتوطيدا لمد جسور التواصل بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وترسيخا لمفهوم الأمن الشامل وتعميق ثقافة الأمن والسلامة البحرية لدى الجميع، فقد تم إعداد برامج توعوية تشمل تقديم محاضرات طلبة وطالبات المدارس في مختلف المراحل تتضمن تسليط الضوء على واجبات رجال خفر السواحل ودورهم في مجال تأمين السلامة والحماية البحرية. طبعا هذه احنا نقيمها لثالث سنة على التوالي، ومن العنوان هذه السنة يبين لنا أن مدى اهتمام مدراء إدارات حرس الحدود وخفر السواحل بهذا الأسبوع، ومن العنوان يتبين أن مدى الحجم الكبير على القوات مال حرس الحدود وخفر السواحل اللي يقومون فيه، يعني لسلامتك تعاون معنا. هذا العنوان الشامل يعني يشمل كل الأشياء اللي تكون موجودة عندنا في خفر السواحل، مثلا لسلامتك تعاون معنا بالاتصال بالأرصاد الجوية، لسلامتك تعاون معنا بأخذ أدوات السلامة. يعني الأسبوع هذه السنة إن شاء الله وايد شامل. وبالنسبة عن الاحتفالات اللي احنا نقوم فيها، طبعا بدينا من يوم الأحد لنهاية الأسبوع إن شاء الله، وبيكون أيضا عندنا إضافة إلى هذه الخيمة اللي موجودة هنا في بلاد في الحوض الجاف، في عندنا خيمة ثانية في بلاد الجزائر، ونتمنى طبعا من الجمهور الكريم يعني يزورون هذه لأن فيها أشياء تنفعهم.